احباب مستهدفين 4000 اسره فقيره، ودنا نحول حالهم بذكاء، نعطيهم مشاريع تنمويه او نوفر لهم مشاريع تنمويه ويكونون من فقراء محتاجين يمدون ايدهم الى ناس مقتدره ولا ويمكن يزكون. وعشان اختصر لكم بحط لكم مثال واحده من المشاريع اللي شفتها في اخر سفره، والله العظيم هذا المشروع وامثاله افتخر بوجوده بالعون المباشر. لما اقول لكم مشاريع تنمويه وذكيه ركزوا على هذا المشروع وفكرته. العون المباشر جمعت 17 متسوله بصراحه، متسولين كانوا بالشوارع وكانوا مادين ايادي، وفرت لهم هذا المشروع التنموي، جمعت 17 وخذت لهم هذا المحل، بس شرطت عليهم شرط، قالت لهم تتعلمون الخياطه، ثم وفرت لهم هذا المشروع، وفرت لهم محل في وسط السوق هني المتواضع، ولكن هذا من افضل الاسواق هني. واليوم اللي كنا نقول عنهم متسولات بالشوارع اصبحوا تجار ما شاء الله تبارك الرحمن وبوسط السوق، وصاروا ياكلون من عرض جبينهم وواكلون عيالهم. 17 امراه يعني 17 اسره، ومن كثر ما شاء الله تبارك الرحمن ما طوروا المشروع سووا مشروع ثاني مستقل ما ساعدتهم فيه العون المباشر، عباره عن بيع عطورات وبهارات وصابون. كذي احنا حولنا الواحد من محتاج الى ما شاء الله تبارك الرحمن مقتدر يصرف على نفسه ويوكل عياله. على موصل امونيك وانا تربيت انا النكوه، فهيا ننشر الدعوة. هدفنا بإذن الله مثل هذه الأسر اليوم 4000 أسرة، ففرصتك دينارك ومبلغك اللي اليوم بتحطه في الحملة بيكون سبب ب4000 أسرة يكون لهم مشاريع يطورون حياتهم وغيرون حياتهم، والسبب يكون لك بعد توفيق رب العالمين سبحانه.